السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الفيديو والوصفة اللي جاب لكم اليوم هو جلب الحبيب برقم الهاتف، نعم بالفلفل الأسود ورقم الهاتف، برقم هاتفه سيتصل ويطلب السماح ويعتذر وتعود المياه لمجاريع. برقم هاتفه وحبيبك سوف يصبح هذا الإنسان خاتم في أصبعك، سوف يصبح إنسان آخر، يعني سوف يصبح تحت طاعتك، تحت سيطرتك، تحت خضوعك، يعني فقط بالفلفل الاسود ورقم هاتفي، يعني جلب الحبيب برقم الهاتف. ومعروف يعني في الاعمال الروحانيه ان يعني الرقم الهاتفي يجعل الانسان يتصل يعتذر ويطلب السماح، يعني ولو كان بينكم فراق سنين وشهور ياتي ويعتذر ويطلب السماح، ويعني وتعود المياه لمجاريها، يعني وتعود كما كنتم واحسن. يعني في هذه الوصفه يعني وهذه الوصفه يعني سبحان الله جربت الكثير من الزبونات وعطيت الكثير من الزبونات وكانت ناجحه، لهذا قررت اني اشاركها معكم. وانتم تعلمون اني لا اشارك معكم الا الوصفات الناجحه، وسبحان الله يعني وصفه معجزه وناجحه، وكل ما جربت لها وكل ما قمت لها بهذه الوصفه وكل ما عطيت هذه الوصفه الا ولاحظت فرق في مده قصيره. يعني يتصل هذا الانسان يعتذر يطلب السماح، يعني يصبح كل باله وكل تفكيره وكل عقله معك انت فقط، ويصبح خاتما في اصبعك. نعم قلت خاتما في اصبعك، يعني يصبح مثل الخاتم في اصبعك. هذا الوصفة يعني هذه الوصفة مثلا إذا قمت بها لزوجك، وحتى يعني يمكن أن تقوم بها حتى لزوجك، يعني إذا كان الزوج لا يعاملك معاملة جيدة، لا يحترمك، ليس بينكم احترام، ليس بينكم مودة، ليس بينكم حب، إذا قمت له بهذه الوصفة يعني مباشرة بعد اليوم الأول سوف تلاحظ الفرق. يعني سوف يصبح يأتي من العمل وهو كله شوق، كله محبة، كله حنين، كله اشتياق، كل لك، يعني ولو غيب عنك لساعات لدقائق، يعني تلاحظين الفرق. يتصل يسأل يعني بينكم الحب، المودة، يعني العشق. وإذا كان هذا الإنسان طليقك يعني بهذه الوصفة سوف يعود ويأتي الباب بيت أهلكم ويطلب السماح ويعتذر وتعود المياه لمجاريها، ولو كان بينكم فراق شهور وأيام، يعني يعتذر أو أعوام، يعني يعتذر ويتصل ويطلب السماح، ولن يرتاح له البال ولا الضمير حتى تعودين معه وتعود المياه لمجاريها. وإذا كان هذا الإنسان حبيبك يعني مباشرة بعد هذه الوصفة سوف يصبح خاتما في أصبعك، نعم خاتم في أصبعك، يعني يصبح هذا الإنسان كل باله وكل تفكيره وكل دهنه معك أنت، ولن يرتاح له البال ولا الضمير حتى يكون معك وحتى يكون بقربك. يعني وصفة سبحان الله، وصفة معجزة، وكل ما يعني وكل من جربتها لاحظت الفرق في مدة قصيرة، ويعني وهي سهلة جدا. فقط نحتاج إلى الفلفل الأسود هكذا مطحون، ثم ورقة وقلم. بالنسبة لأحسن الأيام للقيام بهذه الوصفة وهو يوم الأربعاء والخميس، يعني سواء الأربعاء والخميس، يعني لديك الاختيار سواء الأربعاء والخميس. بالنسبة للتوقيت هو المساء، يعني أحسن توقيت للقيام به هو المساء، يعني يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء أو الخميس في المساء، أول شيء شوف نقوم به، يعني قلنا نأخذ ورقة وقلم أو المدد الروحاني، وسبق وحطيت فيديو عن كيفية تحضير المدد الروحاني، يعني لديك اختيارين سواء كتبتي بالقلم أو بالمدد الروحاني، وسبق وحطيت عدة فيديوهات عن كيفية تحضير المدد الروحاني. سوف تأخذين قلم وورقة وتقومين بكتابة مثلا رقمي هو هذا، تكتبين رقمه هو هكذا على سبيل المثال، هذا هو رقمه على سبيل المثال، تكتبين رقمه هنا هكذا، تكتبين رقمه، ثم تعودين للسطر وتكتبين رقمك أنت، تكتبين رقمك أنت هكذا، ثم تقومين برسم جدول مثل هذا، هكذا، يعني بين كل هكذا خطوط هكذا أفقية، هكذا، يعني بين كل رقم ورقم، هكذا، ثم تقومين بوضع خط عمودي هكذا، ثم خط هكذا، يعني رقمه هو ثم رقمك أنت ثم
هكذا. ثم هذه الخانة تكون فارغة وتكتبين فيهم الأحرف النارية. الأحرف النارية والأحرف النارية معروف في عالم الروحانيات أنها تهيج الحبيب، تجعله يعني يفكر فيك، يتصل، يعتذر، يبكي، ولن يرتاح له البال والضمير حتى يكون معك، حتى يكون بقربك، حتى يعني حتى يكون بجانبك. يعني هذا الإنسان لن يرتاح له البال والضمير حتى يكون بقربك وبجانبك. يعني تكتبين الأحرف النارية، والأحرف النارية هي معروفة في عالم الجلب أنها عندها مفعول وتأثير قوي في جلب الحبيب، تأثير قوي في جلب الحبيب. ثم تكتبين حرف الألف هكذا ممدودة، ثم حرف الهاء، ثم حرف الطاء، ثم حرف الميم، ثم حرف الفاء، ثم حرف الشين، ثم حرف الدال المعجمة. ثم تكتبين هنا جلب، جلب في ثلاث خانات المتبقية تكتبين جلب. الخانة الأولى جيم، الخانة الثانية لام، والخانة الثالثة باء. جلب هكذا. ثم تكتبين هنا اتصال فوري، اتصال فوري، اتصال فوري، وتكتبين هنا تهيج. ثم تكتبين هنا محبة. ثم تكتبين هنا حنين. ثم تعودين للسطر وتكتبين جلب فلان ابنه فلانة إلى فلانة بنت فلانة، جلب فلان ابن فلانة إلى فلانة بنت فلانة. يعني سوف تكتبين اسمك واسم أمك، ثم اسمه واسم أمي، اسمك واسم أمك، ثم اسمه هو اسم أمي. يعني جلب فلان ابن فلانة يعني اسمه هو اسم أمي إلى فلانة بنت فلانة، يعني ثم اسمك واسم أمك. إذا لم يتوفر معك اسم أمي سوف تكتبين ابن حواء، يعني فلان ابن حواء. ثم تأخذين هذا الفلفل الأسود وتقومين برشه هكذا فوق الطلسم، تقومين برشه هكذا فوق الطلسم هكذا بالكامل، هكذا بالكامل هكذا، وتتركيه مدة أكثر من 30 دقيقة، مدة أكثر من 30 دقيقة، يعني ما بين 30 40 50 دقيقة، المهم أكثر من 30 دقيقة تضعيه هكذا على هذا هكذا. ثم بعد أن تمر أكثر من 30 دقيقة تأخذين هذا الطلسم وتقومين بطيه هكذا، تقومين بطيه هكذا، تقومين بطي الطلسم هكذا، تقومين بطي الطلسم هكذا هكذا، تقومين بطي الطلسم هكذا هكذا، تقومين بطيه. ثم تأخذين الفحم، تأخذين الفحم، تأخذين الفحم وتشعلين النار في الفحم جيدا، تشعلين النار في الفحم جيدا 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 جدا، ثم تضعين هذا الطلسم يحترق. وكلما احترق هذا الطلسم كلما احترق قلبه بالحب والحنين والمودة والاشتياق، ولن يرتاح له البال والضمير حتى يأتي ويعتذر ويطلب السماح وتعود المياه المجانية. يعني ويصبح هذا الإنسان خاتما في أصبعك، كل تفكيره وكل باله معك، ولن يرتاح له البال والضمير حتى يكون بقربك. يعني كلما احترق الطلسم كلما احترق قلبه بالحب والحنين. وبقي هذا الطلسم سوف يعني بالرماد، هذا الطلسم يعني ما تبقى من هذا الطلسم من فحم ورماد سوف تقومين برميه في مكان نظيف، حديقة، غابة، تربة، رمال، أي مكان نظيف، المهم تقومين برميه في مكان نظيف. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي. كالعادة من يريد أن يتواصل معي أو يريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي هو هذا، والذي سأضعه أيضا في صندوق الوصف. تحياتي لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، السلام.